قوات النظام ارتكبت مجزرة شنيعة بحق الأهالي بحق المدنيين في بلدة دير العصافير جراء استهداف الطيران الروسي بغارة جوية لروضة وأحد المنازل في الغوطة الشرقية مما أدى إلى سقوط 4 شهداء والعديد من الجرحى حالتهم خطرة. هنا المكان الذي قصفته قوات النظام وارتكبت به المجزرة. هنا معنا أحد الناجين من هذه المجزرة يحدثنا أكثر عن تفاصيلها. أخي قاعدين بالبلد وأمان بإذن الله، مأمنين نحن قاعدين هون، ما لقينا إلا الطيران الحربي الروسي ضرب البلد وصار في شهداء وصار في جرحى من البلد. المنطقة عسكرية؟ المنطقة لا، مدنية، ما في ولا أي شيء. إذا يؤكد المدنيين هنا أن هذه المنطقة هي مدنية بحتة ولا يوجد بها أي تجمع لعناصر الجيش الحر أو تواجد لأي من الجيش الحر هنا. هنا معنا أيضا أحد الناجين يحدثنا أكثر عن تفاصيل هذه المجزرة. يعطيكم العافية أخي. نحن بدير العصافير بلد الحمد لله آمنة وما عندنا أي تواجد عسكري حصرا بالمنطقة هون. النظام الغاشم عم يستهدف المدنيين حصرا وعم يستهدف في عنا هون حضانة للأطفال استهدفها، راح عدة شهداء من الأطفال بالغارة هاي تدمرت مع هالشي، كمان تدمرت عدة بيوت شوفت عينكم، هاي البيوت كلها راحت تدمرت وعنا لأكثر من 6-7 شهداء وعشرات الجرحى. والله يوفقك يا بشار، والله اذا شو ما عملت ما حنستسلم. نحن طالعين على الحق وان شاء الله حنضل على الحق، وشو بدك تساوي ساوي، الروح ما بياخذها غير اللي خلقها.